لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وش هديت المزعج ده؟ هجع على الستين يا رب. إلا الله، يا الله صباح خير. ضيوف الفجر. اسمع يا أبو الدجاج، ديكك ذا أزعجنا البارح ما خلانا ننام، أنت توحي ولا ما توحي؟ ما يصير يا أبو زيد، كل ليلة على هالحال وديتك مصحينا تلهي الليل. أي تالي الليل أنت الله يرضى عليك. ترى باقي ساعة ويدنا الفجر. المفروض انكم رايحين متوضئين ورايحين للمسجد تصلون، او ما عندك نيه تصلي بعد انت. بكلامك انت شغلتنا وشغلت المسلمين معك، ما ترقد انت ولا تخلي المسلمين يرقدون. انت وقت الله نيد وكنت وديك حقك. اسمع عاد، يا انك تسكت ديكك ولا والله العظيم اني انا بيدي لذكيه. امشوا يا عيال امشوا امشوا. يا هلا ومرحبا، يا هلا تفضلوا حياكم الله. هذه ولا ساعة مباركة. يا هلا ويا مرحبا حياكم الله. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. ولدي يا مناور. لبيه يا يبا. أنت تشوف اللي أشوفه؟ إي والله إني أشوفه. هذا أبو عامر عزم له رجيل ولا عزمنا. والله إنها عيب وسق جيب. أبشر عزم الرجيل من يمين ويسارك ويخليك أبوي. والله عيب حق. عزمنا سبع رجال وحنا جيرانه ما عزمنا، وين حق الجيرة يا يبا؟ هايل يا أبو عامر. يا هلا حياكم الله، تفضلوا على عشاكم. سموا سموا. ابو عامر ما هديتها منك يا ابو عامر. ابو مناور حياك الله، تفضل تفضل. الحين تفضلوا يا مطارة الطيور برزاقها. يا ابن حلال ما طارت، تشوفوها موجودة. هالحين عزيمتكم تتعداني وانا جارك الجدار بالجدار؟ يا ابو مناور لا تفشلنا مع الضيوف، بعدين العشا جاء معترض والدعوة محفوفة. ويوم انها محفوفة على قولك وانت عازم لك سبعة رجاجيل، كان عزمتني أنا وعيالي أربعة وصرنا 11. ما عاد في حشمة، ما عاد فيه مروة وتقدير. أو كيف تخلونا الشيخ أبو مناور وعياله وتعزمونا أبا الدجاج؟ هي والله أبا الدجاج، أبا الدجاج ذا ما يأكل لحم إلا عند الناس، أما بيته ما يأكل إلا الدجاج. ما لك إلا بالحق اللي يرضيك، هالحين نقول تعش ويصير خير إن شاء الله. أبداً يا أبو عامر، حنا ما نقلط إلا على واجب خاص. كره يا البثر، قرار يتشرد بعد. ما يخال، تعشوا هالحين وباسل غداكم عندنا أنتم والجيران. حنا واجبنا. جزاك الله خير وصل، واعذرنا ما نقدر نجي باسر. يا ابن الحلال كل اللي حكي عن نفسه، أنا أبي أجي باسر. أبو عامر عساك على القوة. يلا تفضلوا، تقدرون تأكلون مرتين اليوم وبكرة بعد. تفضلوا أنتم. يلا يا غالي. يلا هيبة يلا. تفضلوا تفضلوا، سموا سموا. تفضل. آسفين على الدخلة هذه، ها آسفين. تفضل يبا. أفا خير إن شاء الله. أنا أبو مناور، أنا وعيالي تعزمنا على عظيمات وغيرنا تعزمهم على مفاتيح، ها؟ لحم لحم يا أبو مناور، ما تشوف لحم وبلدي ولباني بعد. الشيخ ابو مناور تقطع اللحم ثلاجه؟ قسم بالله حطينا بالفريزر ما حطيناه بالثلاجه. ما عاد في حشمه، ما عاد في تقدير للرجيل. جايين نشحذكم احنا ولا ويش؟ غداكم هذا موفر ولحمها بساس اشبع بها انت وابوك. يا جماعه الخير، لحم ثلاجه او مفطح كلها نعمه ربي، اهم شيء انها لحم. كفوك يا ابو الدجاج، كل من لحم الثلاجه. اقول انا اشهد ان المراجل تشايده. طيب طيب، عامر. أنا يا أبو مناور ما هانت عليك كلمتك يوم أنك تقول أن المراجل سايدة،
عز الله ان المراجل ما هي بتايده لا علي ولا على ابوي، وهذه اربع خرفان الكل واحد